يدي الحرطة دي الزرع والزرع والقصبر وشلا دور النارية دي دي الحميلة دي عند الحميلة بشي دي دي عند الحميلة بخلقين هيك دي ومتم من بعد فرنسا انتشار البق بشكل كبير في الجزائر كاملة، وسكان مدينة باريس لاحوا الفرج ديالهم كامل في الزلقة انتقام الله سبحانه وتعالى من فرنسا من بعد ما سبات الرسول صلى الله عليه وسلم والطاولات على الإسلام والمسلمين ومنعت المحجبات من دخول الإدارات العمومية والجامعات. تفاصيل مثيرة غنشوفوها في الفيديو ديال اليوم كيفاش وصل البق للجزائر وعقاب الله في فرنسا من بعد العنصرية والتطاول على الإسلام والمسلمين. ولكن قبل شوفوا معايا صورة الملك، راه ما كاينش اللي كيقهر الذباب الكتروني جزائري واعداء الوطن. قد صورت ملكنا الغالي ملي كيشوفوا على التفاعل واللايكات والتعاليق كثيره، وخلناها مولاها الله يذكره بخير الله يخليه لينا كاع لا يعطينا. فكنتمنى منكم تزيدوا تفاعلوا اكثر مع صوره الملك باللايكات والتعاليق، الله يشافي ملكنا. وكنعتذر على الصوت لانني مصاب بنزله برد. ومهمتي الجزائر من بعد فرنسا كتغرق في البق، فيديو يؤكد ويوضح دخول البق الفرنسي الى المدن الجزائريه. فرنسا كامله وحلات مع البق، عاد بقات الجزائر كارثه غادي تضربها. الماء كيتقطع اليوم ما عندهمش وسائل النظافه والتنظيف. دابا الجزائريين ما حلتهم الطوابير ما حلتهم البق. اما فرنسا سكان مدينه باريس ومارسي بداو كيلوحوا الفرج ديالهم كامل في الزنقه من بعد ما تقهروا من حشره البق اللي تكثرت بسرعه رهيبه ويضعوا سره في اضعف خلقه. فرنسا ما خلات ما دار الطاولات على الاسلام والمسلمين، طاولات على الرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم، ايقات الخناق على المحجبات ومنعتهم من دخول الادارات العموميه والجامعات، لدرجه ان الامم المتحده صنفات فرنسا بحال ايران في مجال حقوق النساء وتضييق الخناق على الحريات العامه والعنصريه والاضطهاد ضد الافارقه. الله سبحانه وتعالى انتقم فرنسا بحشره صغيره، حمقات الفرنسيين كاملين وخلات الحكومه الفرنسيه امام مواجهه ازمه كبيره كتهدد باغلاق المجال الجوي ودخول فرنسا في حجر صحي. والسكان الفرنسيين بقوه ما تقهروا من البق بداو كيلوحوا الفرج ديالهم في الزنقه. ومن الفوق فرنسا مهدده بخساره اولمبياد باريس 2024، عاد السياحه للضربات في باريس، معظم السياح زو حوايجهم باتوا ما صبحوش، عاد السياح اللي زاروا باريس وفرنسا كامله لقوا فيديوهات كارثيه لانعدام النظافه في فرنسا كامله. طوبة كتسارى في باريس بحال سكان والحشرات والنفايات مليوحه في الشارع العام فيما مشيتي. فرنسا تعرات وتفضحات من بعد ما جراو عليها الافارقه من افريقيا. عاد زيد عليهم بان الرئيس ماكرون انحس رئيس داز على الرئاسه الفرنسيه من عرشد الحكومه الفرنسيه، وفرنسا كامله كارثه تبع كارثه. طوابير ولو فرنسا بحال الجزائر، وانباء عن اجتماع الاتحاد الاوروبي من اجل عزل فرنسا باش ما يتقش البق والحشرات لباقي الدول الاوروبيه. دول الاتحاد الاوروبي تستعد لتوقيف جميع حالات من والى باريس، وهادشي اللي غيسبب كارثه اقتصاديه لفرنسا كامله. وهادشي كامل انتقام الله سبحانه وتعالى على كل من تطاول على الاسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم وسفكهم من صدماء الافارقه. فالله يشافي لنا مالكنا ويخليه تاج فوق راسنا. كما قلت لكم ما كاينش اللي كيقضي على اعداء الوطن قد صوره الملك والتفاعل الكبير عليها. فصوره الملك هي الدواء ديال الذباب الالكتروني الجزائري واعداء الوطن. فلاش في صوره الملك ما تنساش تفاعل معه وتخلي تعليق كدعي فيه مع سيدنا الله يشافيه. وكنعتذر على الصوت ديالي لأنني ضربني البرد. كان معكم أخوكم ولد بلادكم عادل بيوي.